القطف غير معالم المدينة وجعل وجهها شاحبا، ففي كل زاوية أثر من آثار القصف أو ضربة من ضربات القذائف، إذ ما زالت المواجهة تعصف ببعض أحيائها. في حي سيف الدولة وخلف هذه المباني يتمترس الجيش الحكومي، وهنا يرابط هؤلاء الجنود من الجيش الحر في هذا الشارع لمنعه من التوغل إلى الداخل، فقد أصبحت المنطقة عرضة للاستهداف. الجيش متواجد بالبناء اللي مقابلكم، هذا متواجد هون على خط امتداد تقريبا 1100 متر بهالشكل، وموجود بهالمنطقة كمان قفل المدارس كمان على امتداد 800 متر. يوميا في اشتباكات معهم، يوميا الحمد لله رب العالمين في قتلى من طرفهم، في بعض الإصابات من عنا من هون. الكر والفر هي السمة الأغلب في معارك حلب، معارك تتخذ طابع حرب الشوارع أكثر من اتخاذها طابع المواجهة المباشرة. غير أن المعضلة التي تواجه الجيش الحر من التقدم في مواجهة كهذه تكمن في قلة السلاح والذخيرة، وهي معضلة بحسبهم يجدون حلا جزئيا لها من صلب النظام نفسه. موضوع الذخيرة، موضوع الحشوات وذخيرة الروسي وذخيرة الناتو عم نجيبها حاليا من داخل النظام. نحن متعاقدين مع ضباط النظام الأسدي، الجيش الأسدي، هن نعب بيعون اياهم بيع. في حي صلاح الدين الصمت فيه يحدث عن نفسه، محال تجارية مغلقة وشوارع خالية، فالمكان هنا أصبح ساحة قنص من قبل القوات الحكومية. وعلى بعد مئات الأمتار منه في حي الزبدية تطالعك حياة مختلفة تماما، يلهو هؤلاء الأطفال بلعبهم في شوارع ضيقة، فسحة يجددون فيها الأمل بالعودة إلى حياة أكثر أمنا وهدوءا. وكلما ابتعدت عن خطوط المواجهة بطبيعة الحال تجد الساحة أكثر ازدحاما وأشد حراكا. هنا في حي الشعار تتدفق الحياة فيه من بعد تقدم خط الجبهات بعيدا عنه، واقع يسعى السكان إلى بث روح الحياة فيه رغم سوءه. محمد الطيب، سكاي نيوز عربية، مدينة حلب.